اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، وأنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا من يعلم السر وأخفى، يا سامعا لكل شكوى، يا من لا تخفى عليه خافية، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، يا إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. إلهنا إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك، وندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا والمسلمين من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك لنا فيما وهبتنا، وزدنا نعيما وعافية وحسن عمل يا رب العالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا والمسلمين لما اختلف فيه من الحق،
الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ألبس أعمالنا الصالحة لبوس الإخلاص، وتقبلها عندك بقبول حسن يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فزده طاعة وعافية. اللهم ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل عليه في هذه الليالي من شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره. اللهم اجمعنا ووالدينا وأبنائنا يوم القيامة على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم القيامة من الآمنين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. إلهنا من نسأل وأنت الرب المعبود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. جودك واسع وفضلك عظيم. إلهنا هؤلاء عبادك وإماؤك، انطرحوا ببابك وأناخوا مطاياهم بساحتك. منهم المذنب والمقصر، ومنهم المريض والمبتلى، ومنهم المدين والفقير، ومنهم المهموم والمغموم. اللهم فأفض علينا في هذه الساعة من بركاتك، ومن واسع جودك وفضلك وامتنانك. أدم على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها، وفرج هم مستضعفيها، وعجل بفرجهم، وول عليهم خيارهم، واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا تقبل دعاءنا، وأجب سؤلنا، ولا ترد أيدينا صفرا. إلهنا ومولانا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين.